تعريفا بالنفس معاكم المهندس خالد بن أحمد القحطاني. ونعم. ما عليك زود. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشكل عام وبشكل خاص جمارك مطار أبها بقيادة الدكتور محمد سرور في أكاديمية السلطان. أكاديمية السلطان سعدنا بحضور دورة لمدة يومين، دورة تدريبية لمدة يومين بتاريخ يوم 5 وبتاريخ يوم 6 أكتوبر. استفدنا الاستفادة الكبيرة والاستفادة الفعالة لا منها بالأدوات العملية ولا منها بالمشاركة ولا منها بالتحفيز. نطمح في المزيد من الدورات التي تحمل مثل معنى هذه الدورة لكي يستفيد عموم الموظفين. شاكرين ومقدرين لفريق العمل كامل بما قاموا به من إنجاز عظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.